يكمل وأرسل الكرج إلى أوزبك صاحب أذربيجان يطلبون منه الصلح والاتفاق معهم على دفع التتر، فاصطلحوا ليجتمعوا إذا انحسر الشتاء. وكذلك أرسلوا إلى الملك الأشرف ابن الملك العادل صاحب خلاط وديار الجزيرة يطلبون منه الموافقة عليهم، وظنوا جميعهم أن التتر يصبرون في الشتاء إلى الربيع، فلم يفعلوا كذلك، بل تحركوا وساروا نحو بلاد الكرج، وانضاف إليهم مملوك تركي من مماليك أوزبك وانضم إليهم مملوك تركي من مماليك أوزبك اسمه أقوش. لا أعرف هل القراءات وتخريجات الحروف صحيح أو لا، المهم المعنى، لا يوجد أسماء، يوجد أخطاء في مختلف ما يقال، والمهم المعنى كما قلنا. يقول اسمه أقوش، هذا أقوش المملوك التركي جمع أهل تلك الجبال والصحراء من التركمان والأكراد وغيرهم، فاجتمع معه خلق كثير وراسل التتر في الانضمام إليهم، فأجابوه إلى ذلك ومالوا إليه للجنسية. أقول هل هم مالوا إليه، أي هل التتار مالوا إليه وهم قد قتلوا إخوانهم التتار في حروب طاحنة، أو هو مال إليهم؟ فهنا اشتغلت القومية، فأين الإسلام؟ وهل لابن العلقمي الشيعي أو السني مدخلية في تآمر هذا المملوك ضد المسلمين وبلاد الإسلام؟ أو أن أقوش ابن علقمي جديد، ابن علقمي مملوكي، ابن علقمي تركي، ابن علقمي أوزبكي أو أوزبكي، ابن علقمي أوزبكي. وإذا كان ابن العلقمي المملوك أقوش تركيا وانضم إليه التركمان والأكراد وغيرهم ثم انضموا جميعا للتتار، فأي جنسية وقومية تجمع هؤلاء وهذا التجمع القومي ضد من؟ فأليس خصومهم حكام المسلمين من الزنكيين الترك والأيوبيين الأكراد؟ وإذا كانت الجنسية والقومية اشتغلت هنا، فلماذا لا تشتغل، بل الأولوية أن تشتغل في بغداد الممتلئة بالمماليك الترك المسيطرين على كل مقاليد السلطة العليا فضلا عن غيرها، بينما ابن العلقمي مواطن عراقي عربي أصيل وله عداء متأصل مع المماليك الترك، فمنطقيا سيكون مع الخليفة العباسي، أي سيكون ابن العلقمي مع الخليفة العباسي العربي ضد الحلف الهولاكي المملوك التركي الدويداري الشرابي. خزعبلات منهج تيمية، منهج ابن تيمية مردودة عليه وكاشفة لتدليسه. يقول فاجتمعوا وساروا في مقدمة التتر إلى الكرج، فملكوا حصنا من حصونهم وخربوه ونهبوا البلاد وخربوها وقتلوا أهلها ونهبوا أموالهم حتى وصلوا إلى قرب تفليس.